ده انا صاحيه من 8 الصبح عشان اجيب لك فطارك. بصراحه حبيبتي انا فطرت. بتهزر؟ والله في بنت جديده لسه مستلمه الشغل عملت لي فطار النهارده، بس ايه بقى؟ بيتي وطعمه تحفه. بنت وعملت لك فطار؟ هو ده المفروض عادي؟ رايح يا حبيبتي في ايه؟ ما تقلقيش، وانا يعني هبص لحد غيرك. مشكلتي مش معاك، مشكلتي معاها هي. ليه؟ هي بس؟ ما في غيرها كتير. ده في عميله قرفاني كل يوم هدايا هدايا هدايا، واحده تانيه عماله تتلكك كل يوم والتاني عشان تيجي وتشوفني. اصلا؟ وغيرهم؟ لا ده المفروض اقلق بقى. بص يا ياسمين، ركع الراجل وانت معاك راجل بيحبك ورغم كل الاغراءات اللي حواليه مش شايف حد غيرك. واشمعنى بقى الاغراءات دي ما بتحصلش غير معاك انت هنا يعني؟ قصدك ايه؟ وانت بتستقلي بيا؟ لا مش قصدي، انا بسأل سؤال عادي. عادي طبيعي. شاب وسيم مركزه كويس جدا رغم انه صغير، مع عربية شيك، ساكن في شقة في كومباوند شيك، فطبيعي بقى تبقى دي عايزة ودي عايزة، صح؟ لا مش صح، لأن ده العادي. وقصدك إيه بقى بده العادي؟ يعني أنت شايفاني إن أنا إنسان عادي؟ عادل، أنا قصدي إن أنت إمكانياتك عادية. وارتبطت بيا ليه بقى ما دام أنا راجل عادي؟ عشان أنا مش مهم عندي الإمكانيات، المهم عندي أنا بحبه ولا لأ، واللي قدامي بيحبني ولا لأ. بقولك يا ياسمين، مش نضحك على بعض، مفيش ست مش بتركز في الإمكانيات والمادة. لا في يا عادل، وأنت عارف إن قبلك اتقدم لي أكتر من 100 واحد، اللي راكب رولز واللي هيعيشني في فيلا واللي أبوه وزير، وأنا سبتهم واخترتك أنت. كتر خيرك يا ستي. حبيبي أنا مش بمن عليك، أنا بفهمك. أنا لازم أمشي، عندي ميتك في الفرع الرئيسي. ألو. إيه يا حبيبي، رجعت إمتى؟ لسه راجع. طب إيه؟ يومك كان عامل إزاي؟ احكيلي، أنت ما كلمتنيش من الصبح. ما انت عارفه بقى ياسمين، مشغول، ما انا قايل لك. طيب يومك كان حلو؟ عادي يعني حبيبتي، زيه زي اي يوم، يوم عادي، يوم شغل عادي. هو في ايه يا عادل؟ هو انت بتقفل كده ليه؟ عايز تقفل؟ بصراحه انا تعبان طول اليوم وعايز انام، عايز اقفل. هو انت عارف بقالك قد ايه كل ما تكلمني تقول لي انا عايز انام؟ ده طبيعي يا ياسمين، صاحي بدري، عايز اجي بالليل بدري انام. طب وعارف بقالك قد ايه ما بتكلمنيش اول لما بتصحى؟ ما برضه ده طبيعي يا ياسمين، عشان بصحى مستعجل عايز اروح شغلي. يا عادل بس ده ما كانش بيحصل في الاول. انت ما كنتش بتنام غير وانا معاك على التليفون. اول حاجه كنت بتعملها في يومك ان انت بتكلمني. كنت بتكلمني وتسال عليا في اليوم فوق العشر مرات. دلوقتي لو كلمتني مره يبقى حلو قوي، وبتكلمني وانت على طول عايز تنام وكانك بتعمل الواجب. ده غير اني كنت بشوفك كل يوم او كل يومين بالكتير. دلوقتي هي مرة في الأسبوع ولو نزلناها، وتبقى قاعد ساكت وكأنك مش عايز تخرج أصلاً. ياسمين ياسمين بص يا حبيبتي، أنا مش فاهم ولا كلمة، أنا عينيا بتقفل، بكرة بقى نتكلم وفري مجهودك ده لبكرة. ها يلا باي باي. والله يا عادل ماشي، أنا هوفر كلامي. تصبح على خير وخد وقتك بقى براحتك، يوم اتنين أسبوع. باي باي. ماشي باي. متفصلش. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.